كرؤساء الجهات وكجمعية لرؤساء جهات المغرب لخلق ونسج علاقات ونقوم بدورنا للدبلوماسية الموازية، الجهات اللي تقوم بدورها في إطار مجهودات اللي يقوم بها صاحب الجلالة نحو إفريقيا. اليوم الجهات الإفريقية انتقلت من هذا التعاون جنوب جنوب نحو اللا تمركز الدولي، يعني اليوم الجهات المغربية تلعب واحد الدور أنها تقوم بالدبلوماسية الموازية في نسج علاقات دبلوماسية اقتصادية ثقافية مع جهات إفريقية. اليوم احنا كمجلس جهات الشرق سبقنا لنا وأن كنا السباقين لعقد عدة اتفاقيات مع جهات إفريقية في الميدان التعليم، في الميدان الثقافي. مجلس جهات الشرق قام بعدة زيارات لجهات إفريقية، عقد اتفاقيات في التدريب المجال الترابي الكوتشينج مع جهات كاولاك وجهات ناوا بالكوت ديفوار، جهات مالي وكذلك عدة جهات. اليوم المهم الجهات المغربية برؤسائها ومؤسساتها ممكن لها أن تنخرط في هذا النشاط الدبلوماسي اللي سطر صاحب الجلالة اليوم اللي سهلنا المأمورية للدخول إلى إفريقيا ونسج علاقات. اليوم هذا الدور ديالنا كمجتمع، كان مجتمع مدني مجتمع سياسي، واليوم كتشوفوا هذا الحضور يجسد هذه الخطوات الناجحة اللي قام بها صاحب الجلالة نحو إفريقيا ونحو تسجيل علاقة رابح رابح. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.